إذن أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على كل شيء وباتت مثلا يقاس عليه حتى في أزمات الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا بعد أن قصفت كييف من قبل الروس بالنابالم. للوقوف على المشهد ومقاربات المشهد أيضا مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. أستاذ باسل بداية مرحبا بك. قصفت كييف ليلة أمس بالنابالم من قبل الطائرات الروسية، بداية كيف ترى تشابه التكتيك الروسي في كل من أوكرانيا وسوريا؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني هو كتكتيك عسكري إلى حد كبير يشبه أكثر التكتيك الأمريكي عندما اجتاح الولايات المتحدة العراق وأحدثت اجتياحا بريا وجويا ومائيا من عدة محاور و غزت المنطقة، بينما استخدمت في سوريا تكتيك الحرب من السماء فقط من الطيران كروس، وفي وقتها أحدثت دمارا واسعا وتعمدت أو توسعت في قصف المدنيين والبنى التحتية مما أحدث دمارا كبيرا. في كييف يبدو أنها اليوم تجمع بين الأمرين بشكل أو بآخر، لكنه أقرب كتكتيك عسكري أقرب لتكتيك الاجتياح الأمريكي للعراق، ولكن كمبررات وكمنطلقات وكطريقة إخراج وتعبير عن أسباب ومبررات هذا الاجتياح أو هذا الغزو، فإن روسيا تستخدم نفس الأسباب التي استخدمتها إلى حد كبير. ولكن هناك يعني مجموعة تناقضات أستاذ باسل حفار في يعني السياسة الروسية، يعني روسيا تدخلت في أوكرانيا يعني تحت لافتة أو تحت عنوان حماية أمنها القومي كما تدعي، ولكن أي أمن لها في سوريا؟ هي في سوريا عندما تدخلت أولا تحت ذريعة حماية العالم من الإرهاب، ادعت أنها تحمي العالم من الإرهاب، ثم بررت تدخلها بدعوة أو طلب استغاثة من النظام في سوريا، ثم انتقلت إلى فكرة أن هذا الإرهاب ليس محدودا في منطقة محددة وأنه سيمتد إلى دول كثيرة وأن روسيا أمنها مهدد بسبب هذا الإرهاب الذي ادعته. وبالتالي هي كما قلت قبل قليل تحاول أو تستخدم نفس المبررات ونفس المنطلقات للحديث عن غزو سواء طيب أستاذ باسل، أمس عندما تساءل الرئيس الأوكراني عن حلفائه الذين وعدوا بالحماية ويبدو أنهم قد خذلوه ولم يفوا بوعدهم، كيف ترى أصدقاء سوريا؟ يعني في سوريا ربما يعني ما حدث أو حجم التخلي الذي حدث أكبر بكثير. أنا أقصد يعني لأصدقاء سوريا كيف يعني أقصد الشعب السوري. عفوا، أقصد بأصدقاء سوريا أصدقاء الشعب السوري. أصدقاء سوريا يعني عمليا يقسمون إلى أقسام، هناك ما يعرف اليوم بالحليف التركي والقطري، ثم هناك مجموعة أصدقاء سوريا هي مجموعة دول أوروبا وغيرها، وهناك دائرة أوسع هي أصدقاء سوريا من المجتمع الدولي الذين سموا نفسهم أصدقاء سوريا واجتمعوا من وقت لآخر لاتخاذ قرارات. بالعموم على البعد الإنساني لعبت تركيا دورا كبيرا جدا في استيعاب أو في محاولة استيعاب الأزمة في المشهد السوري، لكن على الدائرة الأوسع الدائرة الدولية والدائرة الأوروبية والأمريكية يعني اكتفت هذه الأطراف بالعقوبات والتنديدات، لكن لم تمارس دورا عمليا أو لم تمارس حتى الدور المتوقع منها في حده الأدنى تجاه خروقات النظام. الواضح أن العالم قد فزع لأوكرانيا على الأقل إعلاميا، لماذا يعني خفتت الأزمة السورية إعلاميا إن صح التعبير في الأقل؟ الوضع في سوريا أيضا في البداية كان هناك ضجيج إعلامي واسع وكبير، لكن مع استمرار الحرب أو استمرار المواجهة بدأ يخفت هذا الأمر، خصوصا عندما بدأت إشكالات أخرى تظهر في المنطقة في أكثر من مكان، مثلا الأزمة الخليجية غيرها من الأزمات التي كانت تمر بالمنطقة، قدوم ترامب إلى السلطة وما إلى ذلك، يعني هذه الأمور وغيرها التقلبات أشعلت مناطق ضجيج أخرى إن صح التعبير على المستوى الإعلامي. وتوقع للأزمة الأوكرانية نفس الشيء، بأنه بمعنى أنها إذا استمرت بوتيرة معينة فإنها بعد فترة سوف تخفت إعلاميا وتتحول إلى خبر ثابت أو خبر كلاسيكي ضمن نشرات الأخبار. يعني من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار، شكرا جزيلا لك.